السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين كلشي مزيان؟ ايوا الحمد لله، داكشي اللي بغينا. اول حاجه نبداو بها هي الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله ربح زوين وطروبا مهمه ديال بصح قبل توقف البطوله. ماتش كان مثالي، ديبلاسمون لا غلطت في المصطلح، احتلال بغيت نقول. المحمدي اليوم تلونات بالخضر، تشجيع كاين، الضغط كاين كيف العاده بلا ما ندويو. زي تيفو هادشي كامل غير خارجين. واش بارك الله داكشي الدم في العراق. ونجيو للماتش اللي كان احسن ماتش لينا هاد العام بدون منازع. الاداء كاين، كره كاينه، الاهداف كاينين. واش بارك الله شفتي شحال زوينه فاش كتلعب كره. اللعابه داخلين عازمين باش يربحوا والخطه باينه واضحه بعيده عن التخربقه العشوائيه. فاش كيكون الاداء زوين والكره كاينه البيوت كيجيو كيجيو. المهم هادشي كامل ومازال غندوي عليه في الشبكه ديال اليوم. اجي بعدا ومنساش لي داك اللايك معلم، راه كيشوف فيك صافي ناضي. ويلا جر معاك ديك الصمطه ويلا اقرب الرعب. المورال طالع اليوم. بداش ميطال الاولى بريتم طالعه من جوج فراقي، كان ضغط من الراجا في نص التيران ديال السوالم واللي انتج عليه فرص للاسف تزقلو. ولحد الان باقي مشكل ديال الكورنير، ديما الكورنير كيمشي ليها واحد ما كيعرفش اليوم وزرك. المهم جرد ديال السوالم وجا منو البيت. البيت كان فيه خطا فادح ديال بصح من غايه، ما كانش واقف مزيان في بوطو من الاول. ولكن بلاتي هذه ماشي كوفره، في الصراعات الهوائيه فاش كيتهز اللاعب فوق اللاعب اخر وكيضربو من اللور ما كتحسبش عليه فوت. اودي الكره كتمسخ مع هاد الناس. وبعد البيت كيف ما درنا نفعنا شويه، زاد الضغط والاستحواذ والخطوره. الميليو مازال خاصو شويه تغيير. اهو لو المكعاز مزيانين زريده لا، اهو لو كيقطع وكيخرج كره المكعاز كيشدها كيزيد بها القدام وكيعطي حلول. زريده ما كيكملش الخدمه مع المكعاز زعما راه صانع العاب، لا هو كيشدها كيجري كبديت مخشش. ولا هذا ماشي اللعب ديالنا. هادشي علاش كنفضل بنغيت كيشد البالون وكيصنع فرص لصحابو اللي في لاطاك. ونرجعوا للماتش كيف ما قلنا زاد الضغط والخطوره، والخطوره بدات من بوزوق. شد كورتو ودخل بها شق التيران، بنتيك جاي كيجري في الكولوار، بوزوق عطاه الحذراف، حذراف مع الطلاش عطاه لبنتيك داخل الكاري. بنتيك طلع مريقل سبق المدافع وخشى رجلو وجاب بيلانتي. تبارك الله الدري عنده جوج حوايج ما عندش كلشي، السرعه والزعامه. الا قال فراسو غيدير هاد الحاجه كيديرها بدون تردد، وهادشي اللي خاص يكون نورمالمون في اللعاب. المهم خلقنا فرص وكنا قراب من ماركيو الثاني. نرجعو ثاني لمشكل الكورنيرات، جوج كورنيرات متابعين مشى لهم سي زريده، الاولى سونطراها وكون غير ما سونطراش، والثاني عطى باس لبوزوق وجا الكورنير الثالث على التوالي في نفس اللحظه. هاد المره مشى لبوزوق عطى واحد السونطراج حلو تلقى لا اولو بدماغ حبس الكول وضرب الهدودي وكمل زريده بالراس. وها هو البيت الثاني، البيت عباسيه ولكن هادشي اللي صلح معاهم نيت. البيت هو المهم سالينا. من الدقيقه الاولى في الماتش عجبني الحال. علاش عجبني؟ الطريقه باش داخلين في الماتش كتعجبني. الفرقه اللي كتدخل ضاغطه على الخصم في نص التيران ديالو، حيت بحال هكا كتخربق الخصم، كتخلعو، كتطبق عليه لعبك، كتستحوذ وكتخلق فرص وكتستافد حتى من الهفوات والاخطاء ديالهم. وكون على يقين البيت غيجي غيجي غير مساله وقت وصافي. والحمد لله داكشي اللي كان بالضبط. وهكا سالات ميطال الاولى زوينه بالرباح 2-1. وبدات ميطا الثانيه بريتم متوسط، الراجا بالاستحواذ وسوالم بلي كونتر اتاك. باش عجبوني في هذا الماتش كاين اداء، كل واحد عارف شنو خصو يدير، كاين استحواذ، كاين فرص، كاين كره من الاخر. وها هو البيت الثالث، صوت راجل حلوه من بوزو قال الحذراف هاك سيرت ماركي. بوزو كان فنان في هذا الماتش، ساهم في كاع البيوت اللي تماركاو. البيلانتي من عنده بدات الهجمه، البيت الثاني عطى صوت راجل واعر لاهولو وجا منه البيت، والبيت الثالث هو اللي عطاه بنفسه الحذراف. بداو التغييرات اللي كان الهدف منها يعطيو توازن للفرقه باش يتحكموا في الريتم ديال اللعب في الدقائق اللي بقات في الماتش. وهادشي فعلا اللي كان، الراجا كيستحوذ تماما على اللعب، الراجا بالدريبه والسوالم كيجري ورا البالون. هاد الاسلوب بحد ذاته راه تعذيب، حيت كتحيد الخصم بالون وكتبقى لاعبه عليه، كتفشلو كتخرجو من الماتش. واخيرا شفنا بولكسوت في التيران، كونتر اتاك حلو كملو بولكسوت وعطى اسيست لبن جديده اللي مع الطلاج حطها في الشبكه. وبهذا كيسالي الماتش بربعه لواحد وتروا بوان في الجيب. نجيو تقييم الفرقة كاملة، أداء بالمجمل كان زوين ديال بصح، هذه هي الراجا ديالنا اللي كنعرفو، والنويطة اللي تغنات في التيران غير لعبوا غادي تربحوا، ما كانتش غير هدرة وصافي، وإنما ميساج للعابة، أنهم غير يلعبوا كورة بشوية عليهم وبالعقل، البيت غادي يجي غادي يجي، أنت غير دير مجهود وما تحطش يديك، والربح غادي يجي حتى لعندك. الديفونس كان مزيان، فيقهم البيت الأول، رب دارنا فيها، البيت دار لهم العقل،
واحد درهم في التيران. اكثر حاجه عجبتني في اللعب ديال الفرقه من غير الضغط هي الاظهره. من زمان اسلوب الرجاء كان كيعتمد على قوه الاظهره، وهذا الشيء اللي كان اليوم. النهيري وبنتيك مستنده دفاعيه وهجوميه، تبارك الله عليهم بجوج. مزيان دابا كاين توقف، المجموعه تزيد تبريباري، والمدرب ياخذ وقته مع اللعابه، وحتى الاداره تدعم المجموعه بلعابه جداد. واجي دابا نعطيو لكل واحد حقه. غايا دخل الماتش غير بالجسد، العقل بقى هنا في كازا. الحمد لله بعد البيت فيقوا ورجعوا لا ولا الديفونس. حركاس اداء ثابت، رزانة وقياده الخط الدفاعي بشكل واعر. الهدودي اداء مزيان، الهدودي في الماتشات الاخرين دار مساويات زوينين صراحه، خاصو يزيد يخدم على راسو حيت مازال نواقص. النهيري اداء ناضي، النهيري اداء كيتطور ماتش ورا ماتش صراحه، تبارك الله عليه، الله يكمل بحال هكا. فاش كنتقدوا شي لعاب كنتقدوا على الاداء ديالو ماشي عليه هو. الا كان ناقص غنقولوها، والا كان مزيان غنقولوها حتى هي. بنتيك تبارك الله على هاد الدري، عنده مقاومات باش يحكم داك البوست بسرعه وجرأة، ما عندش كلشي. نتمنى يخدم ويهبط راسو وما يتبعش طريق مذكور، باقي طريق طويله قدامه. ان شاء الله يهنينا من داك البوست. اهولو تبارك الله على هاد المحارب، الله يخليه لينا. حاكم داك الميليو منصار، طالع واكل هابط واكل. المكعازي حشومه هاد السيد العام اللي جاي يبرك في البونتوس، هذا بلاصتو مرسوم عليه. داكشي اللي كتبغيه من لعاب ميليو ديرو كيديرو، ما كيزيد ما كينقص. زريده زريده في القتاليه والالتحامات وقطع الكرات مزيان، ولكن راه داك البوست كيتقتل. داك البوست خاص يكون فيه لعاب كويره كيصنع اصحابو اللي في لاطاق قدامه، وهذا الشيء اللي ما كاينش بتاتا في زريده. يا ربي عارف المدرب. ونجيو لاطاق، حدراف كان مزيان على العكس الماتشات اللي فاتوا. الماتشات اللي قبل كان كيبان شحفان، ان شاء الله يكون هذا الماتش انطلاقه ديالو حيت محتاجين لعاب بحال حدراف. بوزوق رجل المقابله بامتياز، عطى في البوست ديالو وزاد من عنده. داك الباس اللي عطى لحدراف راه لوحه فنيه. خابة اداء ما بيش مزيان، خابة احسن مهاجم في التشكيله الحاليه اللي يستحق يلعب اساسي، كيتقاتل وكيعاون في بناء ديال الهجمه. زبلها غير في الفينيسيو قدام بوطو وهي اللي عليها كلشي. بالنسبه للتغييرات راه حيمي بديل زوين كيعطي حلول. لعب الي دروا احسن من الهبط اللي اصلا المركز ديالو الاساسي. بن جديده الهضره اللي كنت كنقول تاكدات 500% ان بن جديده بديل احسن من بن جديده رسمي. بولكسوت ما نحكموش عليه من لقطه واحده، غير هو يستاهل ياخذ الفرصه ديالو، يقدر يفيدنا وبزاف كاع، واللي بقى وراه دخلوا حتى الاخر. احسن لقطه في الماتش بالنسبه ليا البيت الثالث، سطاني داك الباس عطاها ليه في راسو، قال لي هاك غرقت الغارات كواري عليك انا. وندوزو لمان اوف ذا ماتش. مان اوف ذا ماتش تقدر تقولو عينك مسدوده صافي، ما تقدرش تفكر بزاف. سي بوزوق يستاهل يكون احسن واحد في الماتش، وانتوما شكون بان لكم يستحقها؟ وكخلاصه طروبو مهمه ومستحقه، ماتش زوين بالاداء والنتيجه، شحنه ايجابيه للفريق باش يزيد يخدم على راسو. مزيان كاين هاد فتره توقف نصلحوا فيها داكشي اللي خصو يتصلح، والمدرب ياخذ وقته، وحتى اللعابه ينسجموا بيناتهم. وضروري من تعزيزات في الميركاتو الشتوي حيت مازال عندنا الخصاص ولا بد من الدعم. المهم نتمنوا خير وان شاء الله راجعين بقوه. والى هنا غنكون وصلنا للبلاكه، هادشي اللي كاين في الشبكه ديال اليوم. اقترحوا عليا في كومونتيرات افكار الفيديوهات الجايين، راكم عارفين فترة التوقف ديال كاس العالم غنفتقدوا الحبيبه. ايوا بدعوا لي في الافكار وانا ما عليا غير بالتطبيق، كل واحد يحط لي فكره. حاولوا غير ما يبقاش يتعاودوا الافكار حيت غادي نقراهم كاملين، غير بقاو على خاطركم. دوزوا عندي الانستغرام وفيسبوك وحتى لاشين الثانيه، جايين فيها بلانات زوينه ان شاء الله. كاس العالم على الابواب، شنو ما نوجدوش ليه؟ ويلي حتى لا، وهذا مكان ما نساوش لي دوك ثلاثه الحوايج، الصاله والدين الرجاء، عمرك تفرط فيهم وديما كونوا على القارص.